وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمته خلال الحفل أن مجلس النواب رفض استقطاعات الرواتب، وأن الوقت قد حان لتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح ومنع السلاح المنفلت لضمان أمن المواطنين والعملية السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغفال معاناة النازحين ومصير المغيبين وضرورة الوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون. حقيقة أن الوقت قد حان لدعم القوى الخيرة والوطنية لإخراج العراق من محنته وتحقيق مشروع الإصلاح المتمثل بالتخلص من بقايا الإرهاب وحيتان الفساد، وتحقيق هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ومنع السلاح المنفلت لضمان أمن المواطنين والعملية السياسية وعدم تدخله في نتائج الانتخابات. نتحمل اليوم المسؤولية أمام تحديات الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر بنا والذي صار يهدد مستقبل التنمية في العراق، بل وليهدد مصدر عيش المواطن، وهو ما دعا مجلس النواب إلى رفض جميع الاستقطاعات المطروحة في مشروع الموازنة من المواطن. كما لا يمكن إخفال معاناة النازحين ومصير المغيبين وضرورة الوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون هنا وهناك من جراء السلاح المنفلت الذي بدأ يشكل ظاهرة مقلقة للمواطن والدولة.